السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي طلاب الصف الثاني الابتدائي، اهلا بيكم في فيديو جديد ودرس جديد. ان شاء الله في الفيديو ده هنقرأ ونحل مع بعض كلمات، هنقرأ كلمات الدرس الثالث ونحل كمان التدريبات عليه، تدريبات اللي هي هتكون صفحة 38 و39 من كتاب بيت باي بيت. يلا نبدأ نقرأ الكلمات. بص كده هات معايا صفحة 34 في كتاب بيت باي بيت. يلا نقرأ مع بعض كده أول أربع كلمات. بيقول لي هنا عندي family، ردد ورايا وما تنساش اللايك. يلا حط اللايك دلوقتي على الفيديو أو أعجبني، دوس على أعجبني ويلا ردد معايا. يلا family يعني عائلة أو أسرة. family جديد new جديد new جيران. بص بقى الجي والاتش هنا سايلنت، ما بنطقهمش يا سنة تانية، يعني ما لهمش صوت، خارسين خالص. بقول neighbors جيران neighbors ني ونط على طول هنا عند البي، يبقى neighbors جيران neighbors. يلا قول ورايا neighbors. طيب عندي هنا أصدقاء friends ما تبينش الدي قوي. friends. طيب تعال نشوف هنا بيقول لنا ايه وعايز مننا ايه في الدرس ده. لما اجي اقدم نفسي اقول I am مثلا ميس منى، I am علي، I am هنا، I am ليلى. يبقى لما اجي اقدم نفسي سنة تانية استخدم كلمة I am وبعد كده اقول اسمي، طبعا دي سهلة. طيب تعالى نشوف الدرس اللي بعده، يعني تقديم شخص اخر لما اجي اقدم شخص تاني معايا. يعني انا مثلا واقف جنبي ولد اسمه عمر، فانا عايزة اقدم عمر، هقول this is عمر. طب واقف جنبي بابا، this is my father. طب واقف جنبي ماما، this is my mother. يبقى لما اجي اقدم شخص تاني سنة تانية اقول this is واحط اسم الشخص ده، تمام؟ وكده كوننا جملة وقدمنا شخص. وخلي بالك ان الشخص لازم يكون مفرد، شخص مفرد. ليه؟ علشان this is بتيجي مع المفرد بس. طيب تعال نشوف هنا عندي these are بتقدم أشخاص جمع، زي مثلا parents يعني الوالدين، ومعظم الجمع هتلاقي في آخره S كده اللي هي S الجمع. أقول these are my parents، يبقى أنا هقدم ماما وبابا الاتنين مع بعض. بدل ما أقول my father و my mother هقول كلمة parents، والشخص اللي قدامي هيفهم إن دول أبي وأمي الوالدين يعني. يبقى these are my parents والكلمة دي مهمة احفظها. طيب عندي ايه تاني؟ عندي هنا let's زائد المصدر. let's يعني هيا بنا، let's هيا بنا بيجي وراها فعل في المصدر. اقول let's play يعني هيا نلعب، let's go هيا نذهب، let's eat هيا نأكل، let's run هيا نجري. يبقى let's يعني هيا بنا. طيب تعالى نشوف الدرس ده بيقول ايه، نقرأ كده مع بعض بترقيم الصورة. هنا نمبر 1 الصورة 1 بيقول good morning. طب الاول نقرأ دول. هنا هاني and هنا have، هاني وهنا have new neighbors يعني هاني وهنا عندهم جيران جداد. بص بقى هنا بيقول good morning I am Rana، يعني بتقول له صباح الخير انا اسمي رانا. بص قدمت نفسها ازاي، قالت I am Rana، صحصح معايا. طيب هنا 2 بيقول I am Rami، these are my parents يعني هؤلاء يكونوا والداي، this is my sister وهذه تكون ايه، هذه تكون اختي. طيب تعالى نشوف هنا number 3
بيقول I am هنا. This is my brother هاني. يعني أنا هنا وهذا يكون أخي هاني. طيب تعال نشوف هنا تحت. بيقولي هنا نقرأ الأول اللي في المربع اليلو ده. هنا and هاني to want to play. هنا وهاني عايزين يلعبوا with رامي and رانا. مع رامي ورانا. قالوا لهم إيه بقى؟ come and play this afternoon. يعني تعالوا ولعبوا هذا الظهر. ماشي؟ أو بعد الظهيرة بعد الظهر. طيب نشوف بقى خمسة قال لهم إيه؟ قال لا I can't. أنا لا أستطيع. I have to help my parents. يعني أنا لازم أساعد والدي. لازم أساعد بابا وماما. ما سابهمش بقى وجري عشان يلعب. لا قال لا أنا لازم أساعد بابا وماما. طيب بص number six. We can help. هي قالت له إيه؟ نحن نستطيع أن نساعد. We can help. يعني نحن نستطيع أن نساعد. يعني هما كمان هيروحوا إيه يساعدوا إيه الوالدين. طب اقلب الصفحة معايا. يلا هاتلي صفحة 36. شايف رقم الصفحة؟ يلا نقرأ بقى اللي فوق. بيقولي هنا هاني helps رامي. هاني بيساعد رامي. قال له إيه بقى هاني helps رامي؟ بيقول له هنا finished خلصت. راح قال له thank you let's play. هم قعدوا بقى بيساعدوا بعض وكده وفي الاخر خلصوا. قال له شكرا لكم او شكرا لك let's play. يعني هيا بقى ايه نروح نلعب. خلصنا بقى يلا نروح نلعب. طيب تعالى نشوف بقى اللي تحت هنا. بيقول هنا في المربع الاحمر ده the families. families هنا جمع. هي family بتكتب كده. بص كده ركز معايا. family يعني عائلة واحدة. طب لو انا عايزة اقول عائلتان هشيل الواي واحط مكانها IES. تمام كده احفظها family families family families. طيب the families are now friends. يعني العائلات اصبحت اصدقاء الان. طيب بنقول هنا بقى ايه بيقولوا good evening. good evening يعني مساء الخير. والتحية برد عليها بنفس التحية good evening. يبقى good evening good evening. هيلا نكمل. بيقول له هنا these are my new friends هاني and هنا. هؤلاء يكونوا أصدقائي الجداد هاني وهنا. رد عليها قال له أو البنت التانية قالت these are my new friends. يعني هذه تكون أصدقاء هؤلاء يكونوا أصدقائنا الجداد رامي and رانا. يعني كل بنت وكل ولد بيعرفوا أبوهم وأمهم بالأصدقاء التانيين. طيب تعالى نحل مع بعض. طبعا الصفحة دي انزل بالكلمات دي عمود واحفظها كويس جدا. طيب تعالى الصفحة دي بقى نحل كده مع بعض. هنا بيقول لي ماتش وصل. خلاص احنا عرفنا ان احنا ايه هنكتب الحرف مش هنوصل. عندي هنا help. help يعني يساعد. هنروح على الصورة اللي فيها help اللي هو بيساعده. طبعا هتبقى number D. هو قاعد على الارض وبيساعده. طب كلمة neighbors. neighbors يعني الجيران. فين الجيران؟ اهو الصورة والبلكونة قصاد الشباك اهو جيران مع بعض. يبقى number C. عندها C يبقى احط هنا C عند الكلمة. طب grandpa. grandpa يعني الجد. فين الجد؟ هنا اهو number B. friends. friends يعني اصدقاء. فين الاصدقاء؟ اهو number A. ولد وولد واقفين مع بعض اهو اصحاب. طب family number E. عائلة واقفين مع بعض اهو. طيب تعالى نشوف ايه تاني. عندنا السؤال ده بيقول لي ارتب الكلمات دي. طبعا انت لازم تكون حافظها كويس. عندي كلمة afternoon بعد الظهر. after noon تكتب كده واحفظها بقى. يعني بعد الظهر afternoon. طيب neighbors الجيران. n e i g h b o r s. طبعا g h silent عشان بفكرك بيها كل شوية. طيب كلمة friends اصدقاء. f r i الاي الاول. الاي الاول عشان معظمكم بيكتب الاي الاول. f r i e n d s friends. طيب تعالى نشوف باقي الكلمات. عندي هنا family. f a m i l y family. طب عندي كلمة parents. parents في النص فيها r. يعني كلمة r هي يكونوا parents. parents يعني الوالدين parents. طب عندي كلمة play يلعب. p l a y.
طيب تعالى نشوف بقى الصفحة دي. بص هات صفحة 39 اهي، الصفحة اللي قصادها على طول. بعرفك رقم الصفحات برضو عشان تعتمد على نفسك، ما تفضلش تقول لماما تعالي هاتيلي الصفحة. عندي هنا اي نقط هاني، انا بعرف نفسي يبقى اقول اي ام. طيب اي بتاخد ايه؟ اي بتاخد ام في فيرب تو بي، يبقى اي بتاخد ام، ما ينفعش اقول اي از. طيب عندي هنا ذيس، ذيس هتاخد ار، ما ينفعش اقول ذيس از، لا ذيس ار ماي بيرنتس. طب هنا ليتس، ليتس عايزه فعل في المصدر يعني فعل بدون اضافه، يعني ما فيش في اي ان جي ولا اس ولا دي ولا اي دي، يبقى بلاي. طيب عندي هنا this، طبعا this بتاخد is في اسم الإشارة، this is هذا أو هذه للمفرد القريب. عندي طب بص هنا الأقواس، this ولا this اللي بياخدوا is بقى اللي برا الأقواس دي؟ لا طبعا هناخد this عشان this عايزة or، مفيش or. طيب تعالى نكون مع بعض بقى الجمل دي ونشوف معناها ايه. بيقول لي هنا we، يبقى we كان يعني نحن نستطيع، دايما كان تيجي رقم اتنين في الجملة، رقم اتنين، ولو جت في الاول يبقى معناها هل. We can help يعني نحن نستطيع المساعدة. طيب هنا هاني، هاني helps رامي، يبقى هاني helps رامي، يبقى هاني ساعد رامي. طيب عندي هنا let's، نبدأ بlet's، let's طبعا بيجي وراها فعل ولازم الفعل يكون من غير إضافة، let's يعني هيا بنا، يبقى let's play هيا نلعب. ها هنلعب ايه بقى؟ football، وبول بالA، بول بالA الله يكرمكم، بلاقي ناس كتيرة كاتباها بالO، بول بالA. طيب تعالى نشوف هنا this، هبدأ بthis هيجي وراها is، يبقى this is my brother، this is my brother يعني هذا يكون اخي، طبعا انا كده بعرفه، بعرف شخص مفرد يبقى اقول this is. طيب عندي هنا بيقول لي هنشوف وهنكمل من المربع الاصفر ده، تعال نشوف الكلمات. كلمة brother يعني اخ، وكلمة play يعني يلعب play، وكلمة parents يعني الوالدين. طيب هنا عايزين بقى come and، الصورة دي come and ايه؟ come and play يعني تعالى والعب. هنا they are my parents يعني هؤلاء يكونوا الوالدين. هنا be ar، بس ال a لزقت في ال r شوية، معلش يبقى بعيدها انت بقى. بكده يكون انتهى الفيديو بتاعنا النهاردة، وما تنساش اللايك، ما تنساش اللايك قبل ما تمشي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كانت معكم مس منى صبحي.